يعني كنا أخذناه إلى مصر للعلاج، وكان في حالة إغماء. ومن العجيب أنه في حالة إغماء مش موجود، ها، غيبوبة. أقرأ القرآن عنده فيأتي عندي خطأ أو كذا، أو حتى في الرواية يصححه لي. يا سبحان الملك. والله ضحك علي دكتور المصري، قال لي أنت جايبه هنا عشان تدفنه عند سيدنا الحسين ولا إيه؟ سبحان الله. قلت له لا، قال ده أنت جايبه ميت، ده أسبوع ولا أسبوعين وخلاص، الحق بهم بالطيارة. وأخذناه، والأطباء كان في الصومال، والأطباء في الصومال أيضا قالوا هكذا نفس الكلام، ويكون في غيبوبة لمدة سنة ويشفيه الله من كل الأمراض التي كانت عنده كأن لم يكن به، ويعيش بعدها يمكن 7 ولا 8 سنوات. سبحان الملك. ولا نحسبها إلا كرامة القرآن، والله الذي لا إله إلا. المهم القصة هنا أن بعد سنة أو أكثر من غيبوبته، لما رجع إلى حاله لا يغيب عنه حرف من كلام الله، ولا حتى الروايات، ولا حتى القراءة. سبحان الله. والد رحمة الله عليه كان ورده اليومي، مش في رمضان، ورده اليومي كان 10 أجزاء، يختم في كل 3 أيام. وأنا لما رجعت إلى الصومال في إجازة، وأنا كنت في الأزهر، وسألني كم تختم، فقلت 7 أيام، فنهرني، كنت أظن أنه سيفرح بي. قال 7 أيام، ايش عندك انت، اولاد ولا زوجه ولا عيال؟ لا اله الا الله. قال تفهم معنى هذا الكلام، تمر بك كل آية في الاسبوع مره واحده.